السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبابنا في الله، حياكم الله وبياكم. وحديثنا اليوم عن نعم الله الكثيرة وخيراته التي لا تعد ولا تحصى. نريد أن نقف وإياكم مع وصية نبوية خالدة نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الظرفية الراهنة. وكأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنا، يوصينا، ينصحنا، يوجهنا. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. لعلكم جميعا أيها الأحباب الكرام تلاحظون بأن هناك تغير في نظام الحياة. عشنا هذا الأسبوع مع إيقاع تلك الزلازل المروعة في سوريا وفي تركيا، وعشنا أحداثا محزنة كثيرة، غلاء في الأسعار ونقصان في المواد. نحن جميعا أيها الأحبة الكرام نتقلب في نعم كثيرة وننغمس فيها، ولكن لما يقع تناقص أو نفقد بعضها فالإنسان يقلق ويحزن وينتفض ويتبرد. ونعم الله كثيرة، رزقه ليس محصورا في المال. بعض الناس ربما يظنون أن الرزق هو محصور فقط فيما عندك من رصيد مالي، ولكن الرزق الحقيقي يتنوع ويتعدد بصور وأشكال شتى. قد يدرك ذلك بعض الناس وقد لا يدركوه. للأسف الكثير من الناس لا يكادون يدركون هذه النعم التي أصلا نحن نمتلكها. هنا يأتي الحديث النبوي الشريف الذي قلناه، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. يتكلم عن نعمة الأمن والأمان في البيت وعلى النفس والأهل والأولاد، ثم يتكلم على نعمة الصحة والعافية من الأمراض والآلام والأسقام، ثم يتكلم عن نعمة إيجاد القوت والطعام لليوم الذي تعيش فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرشد ومعلم البشرية الذي لا ينطق عن الهوى، أخبرنا بأن العبد إذا أعطي هذه النعم الثلاثة، نعمة الأمن والأمان، نعمة الصحة، ونعمة إيجاد قوت اليوم، فقد ملك الدنيا كلها، ولا يحق له أن يضجر أو يحزن أو يشكو أمره إلى مولاه. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في عجالة نتأمل هذا الكلام النبوي الشريف، هذا الهدي النبوي العظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم، من أصبح منكم، يعني أيها المؤمنون، أنتم منكم أيها المؤمنون، يا من تؤمنون بالله وتؤمنون باليوم الآخر، كل عبد عاش منكم وجاء عليه الصبح وقدر له أن يعيش يوما جديدا، هذا بحد ذاته نعمة عظيمة، وهو أن تعيش يوما إضافيا جديدا، لأنه سيكون معك فرصة للتزود من الطاعات والعبادات والقربات
لله رب البريات. فلما تستيقظ وترى بأن سقف بيتك سليم، وترى بأن منزلك لا زال في مقامه، وتنظر في أهلك وأولادك مجتمعين، فهذه نعمة. فكل صباح أشرقت فيه الشمس عليك أن تعتبر بأن هذا رزق جديد ساقه الله إليك. وهذا في إشارة إلى أن المؤمن عليه أن لا يحمل هم المستقبل. بعض الناس يعيش اليوم ولكنه يفكر في المستقبل البعيد، عنده خواطر وعنده هواجس بأن قد تتقلب الأمور، وقد يأتي الفقر، وقد يأتي المجاعة. وسمعنا الآن بسبب موجة غلاء الأسعار، هناك من يقول الأسابيع المقبلة لن يكون هناك لا خضروات ولا فواكه ولا لحوم، وأن من المتوقع أن تقع هناك تقلبات وصراعات وإضرابات. يفكر بعيدا، وربنا عز وجل هو بيده الأمر، سبحانه وتعالى هو يدبر الأمور، هو سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، وهو في أي لحظة ممكن أن يأتينا بأمطار الخير ويفيض الرزق على الجميع، ويجعل السلطة تتدخل لفرض النظام وتطبيق القوانين وتمكين الفئات المستضعفة من أرزاقها. كل ذلك في أقرب الأجال بإذن الله. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، ما معنى آمنا؟ يعني الأمن، أي غير خائف، غير خائف من عدو أو من أي خطر. في سربه يعني في بيته مع أهله وعياله وجماعته، وقيل في مسكنه وفي طريقه. لما تذهب من المسكن إلى العمل وتروح وتغدو، هذا هو السرب. يعني أنت آمن من أن يسرق أحد بيتك، أو ينتهك أحدا عرضك أو عرض بناتك، أو أن يمد أحده يده بالاعتداء عليك أو يقتلك. هذا كله فيه أمن. من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن في السرب هو الاستقرار الاجتماعي. لما تلاحظ أن هناك في البلد استقرار اجتماعي، هذه نعمة. ونتأمل استعارة لفظ سرب الموحية بانسجام المجتمع، كما ينسجم سرب الطيور في تحليقها. نحن لابد أن نكون مثل سرب الطيور. الطيور تجدها منسجمة ومتناغمة ومتكاملة، غير متصارعة، تسير في هدوء وفي نظام وفي حركة لطيفة، وعندها ثقة في جلال الله وكرم الله وتدبير الله. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني الأمن هو من أعظم النعم على عباده، ولا يشعر بنعمة الأمن إلا من فقدها. انظروا إلى بعض البلاد التي اختل فيها نظام الأمن، انظروا تلك البلاد التي فيها حروب وفيها صراعات، الناس ينامون على أزيز الطائرات وأصوات المدافع ويستيقظون على ذلك، لا يدري هل سيعيش إلى الغد أم سوف يموت. فمع الخوف، إذا كان هناك انعدام الأمن وجاء الخوف، الإنسان لا يشعر بالراحة ولا بالهناء، لا يدعم لا بنعمة الطعام ولا بالشراب ولا بالصحة، لأنه يرتقب أنه في أي لحظة قد يتعرض للموت والاغتيال، وقد ينزل بأهله وبه الشر، يترقب سلب ماله وانتهاك عرضه وتخريب دياره. لهذا إذا ارتفع الأمن والعياذ بالله فسدت الحياة. ربنا عز وجل يخبرنا بنماذج بشرية مشرقة، الأنبياء والمرسلون. سيدنا إبراهيم الخليل أول ما دعا لما كان في مكة المكرمة، بماذا دعا؟ دعا بالأمن، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. طلب من الله أولا أن يستتب الأمن، لا يكون هناك فوضى ولا يكون هناك إجرام ولا يكون هناك اعتداء. وربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالأمن إذا أخلصوا الإيمان لله وإذا عملوا الصالحات، فقال جل جلاله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هذا عهد من الله، لا نخاف أبدا ولا نحزن أبدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فربنا عز وجل هو يوفر لنا الأمن والأمان والسلم والسلام ببركة الإيمان والإخلاص وعمل الصالحات. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، معافا في جسده، ما معنى معافا في جسده؟ أي أصبح التمس جسدك، التمس بدنك، تجد بأنه لا زال الحمد لله صحيح وسالم من العلل والأسقام، عندك عافية وعندك صحة، ربنا سلمك من الأوجاع، عندك قدر يغذيك وتعيش به ذلك اليوم. في بيتك هناك ربما خبز وهناك خضروات وفواكه، وربما عندك شراب وحلو وذلك قد يكفيك ليومك أو لأسبوعك أو لشهرك. فلماذا تبيت ساخطا؟ ولماذا تقوم ساخطا؟ ولماذا تشكو القدر؟ ولماذا تندم حظك التعيس؟ ولماذا تبقى في صراع مع الحكومة والدولة وصراعات كثيرة تجعل حياتنا مليئة بالخطابات كلها متشنجة؟ نحن عندنا الخير الآن، يكفينا، يكفيك هذا اليوم، وغدا إن شاء الله تشرق الشمس يوم جديد ويأتي الله تعالى بالمزيد من الخيرات من عنده. نحن لا ننتظر حكومة ولا جهة معينة ترزقنا، الرازق هو الله والمعطي هو الله والكريم هو الله، وإذا أراد ربك في لحظة أن يكرم الجميع يأتي بأمطار الخير والرحمة والبركة فيعم الخير على الجميع. عنده قوت يومه، لابد أن تعترف بنعمة الله عليك. ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، أي وكأنما أعطي الدنيا بأسرها بتمامها، يعني من جمع الله له بين عافية البدن وعنده الأمن في قلبه ونفسه وأهله وعنده الكفاف في عيشه، فهذا قد جمع له الله تعالى النعم وكأنه ملك الدنيا، كأنه ملك الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى وعدنا بهذه الخيرات، بل اجتمع لكثير من الناس أضعاف، تلقوا بعض الناس ربما عندهم أموال طائلة، عندهم أضعاف ما ذكر من هذه النعم، ولكن مع ذلك هم منكرون لها. تلاحظوا ونتابع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، هناك موجة من السخط العارم. أي نعم، نحن لا نتفق بأن هذا الغلاء في المعيشة، ولا بد من التدخل العقلاني، ولا بد من تحمل المسؤولية، ولا بد من تدبير السلطة، ولا بد، ولكن علينا أن لا نجهل، علينا أننا نقدر النعم التي عندنا الآن، عندنا نعم كثيرة، هذه النعم نشكر المولى وسوف يزيدنا، لأن ربنا يستنكر على من ينكرون النعم، فقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قد يقول قائل ما هو الدواء؟ نحن الآن نشعر بغيظ في قلوبنا، غلاء في الأسعار وقلة في المواد والأجور متوقفة والوضعية صعبة والزلازل من هنا وهناك، ماذا نفعل؟ الدواء أيها الأحبة الكرام الذي أرشد إليه معلم البشرية نبي الهدى سيد محمد صلى الله عليه وسلم، الدواء هو أن ينظر المرء إلى من حرم هذه النعم أو حرم بعضها. سيد النبي كان يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. الإنسان ربما يشعر باليأس ويشعر بالاكتئاب ويشعر بالغضب لما يقارن بينه وبين آخر في مستوى أرفع منه، ينظر إلى مقر سكنه يرى بأنه يسكن في مكان بسيط وآخر يسكن في حي راقي، يرى بأنه يسير على قدميه وآخر يسير في سيارة فارهة، ينظر إلى هذا يأكل طعاما بسيطا والآخر يتنعم في أصناف الطعام. هذا كله يؤدي إلى مدى، إلى هذه المقارنة تؤدي إلى نوع من الغضب والإنكار، وهذا طبيعي جدا.
لهذا سيد النبي هدانا إلى هذا السلوك، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان يبقى كيشوف الآخر عنده أكثر منه وكيدير المقارنة في غير محلها راه يوقع عليه غضب في قلبه، ولن يغير الوضع، لن يغير الوضع باش يتغير خصو واحد الإجراءات أخرى، خصو واحد التفكير هادئ، خصو واحد التدابير حكيمة، خصو واحد المجموعة ديال المبادرات الحسنة باش يوقع التغيير في الوضع. أما أن أبقى أشعر بالغيظ في قلبي وأتألم وأغضب فهذا كله سيرفع السكري عندك وضغط الدم ويبقى الوضع سوءا والعياذ بالله. لهذا أيها الأحباب الكرام سر الغنى في قول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أردنا أننا ربنا يحفظنا من الخوف من هذه الزلازل وهذه البراكين وهذا التقلبات على المناخ المخيفة التي جعلت الناس في أقل من دقيقة يفقدون كل شيء، فقدوا أموالهم وأولادهم بل وفقدوا حياتهم في أقل من دقيقة في ضربة زلزال والعياذ بالله. إذا أردنا أن نشعر بالأمن والأمان والسلم والسلام، وإذا أردنا أن يأتينا الرزق من كل مكان، ماذا علينا؟ الوصفة بسيطة جدا، لا تحتاج إلى تنظير اقتصادي ولا إلى تجمعات لخبراء ومؤتمرات لمسؤولين كبار، بسيطة جدا. قال ربنا عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخلل من حيث دخلنا أيها الأحباب، من أين جاءنا الخلل؟ الخلل في أننا لم نعبد الله حق عبادته، والعلاج والبلسم والإجراء هو أننا نزيد في منسوب العبادة لله. فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولنشكر المولى عز وجل على النعم التي عندنا. ربنا أمرنا أن نشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولنحذر أننا نتذمر على طول نتذمر وننكر هذه النعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، علينا أن نكتب الحمد. فاللهم يا رب العالمين ما أصبح وما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد يا رب ولك الشكر كله ولك الفضل كله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم يا رب العالمين أمن أوطاننا، اللهم أمن أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم شافنا من الأمراض وشافنا من الأسقام وشافنا من العلل، اللهم وارزقنا رزقا حسنا يا رب، إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين، وارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا. اللهم يا رب وسع علينا في الخيرات ووسع علينا في البركات، اللهم ارزقنا التراحم والحنان فيما بيننا، واجعل حياتنا يا أكرم الأكرمين كلها تتقلب في النعم. فأرجوكم أيها الأحباب الكرام، أرجوكم هذا الحديث استحضروه دوما، بل اكتبوه إذا كان ممكن، اكتبه وعلقه في مكان في بيتك أو في مقر عملك. قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أحبابنا في الله لن أطيل عليكم، اللحظة سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.